يعني اغلب العناصر موجودين، عاصروا نص المده هذه. يعني وجود البطوله بحد ذاته في البحرين هذه مؤشر قوي للمنابر الفوز باللقب. تعاون الجمهور، تكاتف الجمهور معاهم، في احتمال ان هذه في نفس الوقت يسبب ضغط كبير على المنامه. لكن معامله المنامه الامس في المباراه ممكن ان يعني يجون المباراه هذه بدون اي تاثير عليهم من الجمهور، فقط يفكرون ان الجمهور هو اللاعب السادس معاهم. كابتن فيصل، اذا ما تحدثنا تاريخيا عن هذه البطوله، يمكن الانديه السعوديه هي المسيطره على هذه البطوله ب 12 لقب، ولكن اليوم نشوف البحرين والامارات في النهائي. البحرين عندها اربع القاب، لقبين للاهلي ولقبين للمنامه، غايبه عن المنصه من 2001 عن كاس البطوله. في المقابل الانديه الاماراتيه عندها ست القاب، يمكن بدات في 93 عن طريق فريق الوحده، 2011 الشباب، ومن 2015 حتى النسخة الماضية الأندية الإماراتية احتكرت البطولة ثلاث سنوات متتالية عن طريق الأهلي، والموسم الماضي عن الشارجة. أتوقع البحرين والإمارات في منافسة بينهم شديدة في المواسم الأخيرة على هذه اللقب. هذا الكلام صحيح ومنطقي. لو بحثت عن الأندية الإماراتية، خلينا نقول على الشارجة، الشباب اللي دبي مع المنامة، في السنوات الأخيرة هناك تنافس كبير. واذا راينا ايضا على مستوى المنتخب وليس الانديه، لان اغلب اللاعبين يلعبون في المنامه واغلب اللاعبين يلعبون في الشارقه او في الشباب الاهلي يلعبون في المنتخب. ايضا على مستوى المنتخب هناك قوه متشابهه ومتساويين ودائما يصارعون الحصول على بطولات المنتخبات. اليوم هناك تميز عندنا بالنسبه حق المنامه على مستوى البنش، يجب ان نتكلم بهالموضوع، الموضوع جدا مهم. موضوع البنش المنامي افضل من البنش الامارات الشرقاوي ككواليتي وكعدد. هذا تفوق يحسب للمنامه. اليوم اعتقد المنامه عنده اريحيه بانه يستطيع يبدل اللاعبين، يستطيع يلعب بالمراكز، المراكز عنده طوال قامة يلعبون انسايد، عنده جاردات يوجد معهم مميزين يلعبون اوت سايد، عنده لاعبين مميزين محترفين. فاعتقد فريق المنامه كفريق كامل عنده عناصر انا اشوف حسب رؤيتي افضل من الشارقه. لكن ما ننسى الشارقه بطل النسخه السابقه وجاي بقوه لكي يحصد البطوله مثل ما يريد المنامه. اكيد مع دخول لاعبين فريق المنامه الى ارضيه الملعب نسمع اهازيج الجماهير. المدرج يقول يا من سكن في فؤادي نبي كاس البطوله، واكيد نبي من فريق المنامه كاس البطوله باذن الله يحققها ويحققها لهذه الجماهير اللي ماليه صاله مدينه خليفه الرياضيه عن بكره ابيها. ومشعل، يمكن الشيء الحلو في مباراه اليوم ايضا ما نقول جماهير المنامه متواجده، جماهير المنامه، جماهير الاهلي، جماهير المحرك، جماهير الرفاع، جماهير البحرين كلها اليوم واقفه مع فريق المنامه ورافع علم البحرين قبل شعار المنامه. من الطبيعي ان اي فريق يمثل مملكه البحرين جمهور الانديه كلها تتعاون معاهم، تتواجد اليوم في الاتصاله. يعني قبل كم من يوم يمكن فريق نادي الرفاع رئيس الجهاز كلم رئيس جهاز نادي المنامه وخبره في تعاون، وشفنا جمهور نادي الاهلي متواجد. الانديه كلها يعني هذه الجمهور المتواجد ترى مو بس يشجع المنامه، لكن جاي يبي البطوله تتم في البحرين، يبي يشجع ممثل البحرين اللي هو المنامه. ان شاء الله الله يوفقهم ويجيبون البطوله ويفرحون هاي الجمهور. اكيد. كابتن فيصل، نتكلم شوي عن المدربين، مدرب كل فريق. المدربين يعني اثنينهم يعرفون بعض، يعني كابتن عبد الحميد عنده لقبين، حقق اول لقب للانديه الاماراتيه في 93 مع الوحده، وفي النسخه الماضيه حقق اللقب مع الشارجه، فبالتالي يملك لقبين. الجهه الاخرى كابتن سلمان رمضان 94 مساعد مدرب واحرز البطوله مع المنامه، 2001 مدرب واحرز اللقب مع المنامه. اذا لقبين عند كل مدرب ومعرفه وخبره وتاريخ
في هذه البطولة؟ بداية المدربين الاثنين أصدقاء عزيزين علي والزملاء. طبعا المدربين قديرين بمعنى الكلمة على مستوى الخليج أو الوطن العربي، مدربين لهم خبرتهم الطويلة في الملاعب، زائد الميزة أن المدربين اثنينهم لما كانوا يلعبون كانوا يلعبون جاردات أو صانعي ألعاب. اليوم المدربين كل واحد فيهم عارف المدرب اللي قدامه وقيمته، وعارف شلون يخطط ويتكتك على المدرب الثاني. حاطين بعضهم صم، متواجهين سابقا كثيرا على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. فأنا أتصور اليوم المدرب اللي يكون جريء ومغامر بحساب وعرف يضبط الديفنس أعتقد راح يفوز. كابتن طلال، أجرب مواجهة للمدربين يمكن في التصفيات الآسيوية للمنتخبات، كابتن سلمان رمضان كمدرب منتخبنا الوطني، كابتن عبد الحميد إبراهيم مدرب المنتخب الإماراتي، في الذهاب والإياب تواجه التفوق كان لسلمان رمضان في الذهاب والإياب مع منتخب البحرين على حساب منتخب الإمارات. يمكن يعني الالتقاء يعني من قبل الفريقين على مستوى المنتخبات والمدربين هذين في اختلاف، يعني في اختلاف جذري في المسألة، هنا على مستوى نادي وهنا على مستوى منتخب. على مستوى نادي عندك لاعبين لوكال وعندك لاعبين محترفين، انت هنا لاعبين المحترفين متى ما حددت من حظ كل واحد يحد من حظ من خطورة محترفين بيكون بتكون نسبة الفوز لها أكثر. متى ما بيوفق الفريق في المباراة وفي اللاعبين اللوكال هم اللي بيجيبون المباراة. احنا شفنا المباريات الثانية ان حتى لو سجلوا اللاعبين المحترفين بدون تسجيل اللاعبين اللوكال بدون اداء مميز، لو على الاقل اثنين من اللاعبين يكملون على اللاعبين المحترفين هنا بيبين التفوق حق الفريق. لكن يعني احنا ما نقدر نقول المواجهة بين سلمان رمضان وسلمان وكابتن حميد، يعني المواجهة صعبة. كابتن حميد لا إنجازاته، كابتن سلمان لا إنجازاته. ما نقدر احنا يعني نظلم أي واحد من المدربين بالإنجازات، لكن اختلاف المباريات اللي تواجهوا فيها المواجهات كانت على مستوى منتخب فهذا الشيء بعيد عن التمييز. اليوم هو المحك يعني الاصلي حق المدربين هذه بتحقيق النجاح على مستوى انديه. كابتن فيصل، دائما ما يقولون في هذه البطولات عندك سيستم معين تمشي عليه طول البطوله دام ان الفريق ناجح فيه، ولكن في بعض المباريات ومثل مباراه اليوم مباراه نهائيه أكيد تحتاج مفاجآت مغامرات من المدربين، هل هذا الشيء ممكن تشوفه؟ يعني ممكن يكون طريقة اللعب هي نفسها ولكن تغيير بسيط في لاعبين في خطة معينة في لعبة معينة تصنع الفارق في المباراة. اليوم أنت أنا أتصور أن الفريقين راح يلعبون نفس السيستم الهجومي اللي يلعبونه لأن أكثر شيء عارفينه ويفهمونه ومتعودين عليه. إن كان هناك تغيير طفيف أو بعض التغييرات تكون دفاعية أكثر كمفاجأة الفريق الخصم بأسلوب دفاعي معين بسيستم دفاعي معين، إن كان مع أن أنا أشك، أنا أتوقع اليوم راح يلعبون بقوتهم الهجومية والدفاعية اللي متعودين عليها علشان لا تكون هناك أي مفاجآت مو من صالح الفريق. أتصور اليوم المباراة لو تسأل أي أحد بالنسبة حق نتيجتها ما راح يعطيك نتيجة لأنها مباراة صعبة. صح احنا عشان بالبحرين يقول لك المنامر يفوز وكذا، لكن بامانه فريق الشارقة جدا منظم، فريق جدا منضبط. وانا اتصور اليوم يعني مو الدفاع اللي راح يحسن بس، الهجوم ايضا راح يحسن. لان فريق المنامه فريق مهاجم اكثر من دفاعي، متى ما اغلق المنطقه واشتغل على الاوفنس اكثر اتصور راح يكون هناك الاسم الحقيقي في البطوله حقه. كابتن طلال، التهيئه النفسيه للاعبين في مباراة نهائية مهمة مثل هذه، يعني الشارجة أكيد يبي يهيئ الفريق لمواجهة هذه الجماهير اللي تملأ الصالة في مقابل فريق المنامة،
يهيئ اللاعبين اللي نسيان الموسم السلبي اللي كان للفريق، ايضا نسيان خسارة الموسم الماضي، التهيئة النفسية والذهنية مهمة للاعبين في هذه المباراة. انا اعتقد ان لاعبين المنامة بعد وصولهم لانها مباراة نهائية نسوا الدوري والكاس، لكن احنا لازم نطلعهم نفسيا من المباراة. مباراة يوم امس اللاعبين يعني بذلوا مجهود جدا كبير زين وطلعوا من المباراة والجمهور كان يحتفل بالفريق مع انه باقي مباراة هي الاهم اليوم. فاحنا أكيد لازم المنام لحد الان ما حقق اي شيء في البطولة. اكيد بس احنا لازم يعني نفسيا لازم نعد الفريق حق مباراة اليوم، خاصة بعد الفوز امس. فريق شارجة متعود يلعب في هذه الضغوطات، يلعب في الامارات، يلعب في البحرين، الموسم البطولة اللي راحت كلها متعود يلعب على هذه النقطات. كابتن حميد متعود، يمكن هذه السنة اللاعبين شوي أصغر سنا من موسم الفايت، يمكن تكون عندهم بعض الضغوطات، لكن ما أعتقد أن الضغوطات بتكون عقب الكوارتر الأولي. ما بنشوف أي ضغوطات على الفارقين، بيحاولون يلعبون يأدون اللي عليهم. كابتن فيصل، المحترفين أكيد علامة فارقة عند الفريقين مارفر هاريس وتايلور ويلكرسون مع فريق الشارجة، لهم ثقلهم وزنهم في الفريق. إلى جانب الآخر في المنامة ماسج لامبيه وتريكو وايت، اللي يمكن بعض الجماهير ما كانوا مقتنعين فيهم في البداية، ولكن مع وصولنا لمباراة أمس يمكن أظهروا بعض من قدراتهم الفنية. أمس بالنسبة حق تريكو وايت ولامبي لعبوا زين بشكل جدا ممتاز. ليش؟ لأن المحليين كانوا زينين وساعدوهم كثير. اليوم أنت البطولات اللي مثل هذه أنت عندك محترفين والفريق الخصم عنده محترفين، المنامة عنده محترفين والشارجة عنده محترفين، لكن من يحدد الفوز بالبطولة هو المحلي، اللاعب المحلي. راح نتكلم عن المحليين، ولكن نبي نتكلم عن اللاعبين المحترفين، إحصائياتهم، تأثيرهم في الفريق وطريقة لعبه. تريكو وايت ولامبي المنامة على سبيل المثال، اللاعبين الاثنين هذيل أمس مسجلين لامبي 24 نقطة زائد 10 ريباوند مع 5 أسس، تريكو وايت مسجل 30 نقطة و9 ريباوند و7 أسس، وهو والأرقام جدا جميلة وممتازة بالنسبة لهم كلاعبين. يعني مجموع اللي سجلوا 54 نقطة. لو نروح على الشارجة أمس تايلر ويلكرسون سجل 33 ومارفل سجل 28، أي 61 نقطة مسجلين 61 نقطة اللاعبين اثنين. إذا اثنينهم يحددون أيضا الفوز بالنسبة لأي فريق. لا ننسى أن تايلر ويلكرسون عنده 11 ريباوند أمس، ومارفل عنده رغم أنه جارد عنده 9 ريباوند و6 أسيست. المحترفين على مستوى عالي. أنا صراحة يعجبني كثير تريكو وايت، لاعب المنامة، لاعب يفكر فوكس على الجيم بشكل رهيب، ما يظهر لك أي تعبير، لا يفرح لا يحزن، ما يتحسف على الكرة أبدا، ما يعطيك رياكشن. لما تشوف وجهه وهو يلعب ما كان صورة، يعني لا يضحك لا ينفعل، ما له شغل بالجمهور، وهذا شيء صحيح، فوكس أون ذا جيم. هذا بالنسبة حق المحترفين. كابتن طلال، اللاعبين المحليين اكيد راح يكون لهم دور، يمكن المنامة يتفوق في اللاعبين المحليين وكثرتهم في المنتخب الوطني على عكس فريق الشارجة اللي يملك جاسم محمد وعمر خالد في المنتخب الوطني فقط، الى جانب محمد الهاشمي ومحمود وسيم لاعبين منتخب شباب. اكيد طبعا كفة ترجح نادي المنامة. لو بتحس اللاعبين اللي يمثلون المنامة عندك ميثم وأحمد عزيز وحسين شاكر وحسن نيروز، هذين اللاعبين طبعا كلهم لاعبين في المنتخب الوطني، الخبرة لديهم أكثر، الإمكانيات عندهم متوفرة، اللعب مع فريق أحمد عزيز خبرته، الإضافة حق حسين كمبس، هذين اللاعبين ممكن تخالهم في المباراة في أي وقت، الخبرة عندهم موجودة. لكن لو رحنا حق لاعبين الشارجة، اثنين لاعبين اللي هم متواجدين اللي هم يونس
يونس عمر، لاعب محمد، لاعب في منتخب الناشئين ولنا الشباب وخبرته قليله، ممكن مع الضغط هذه ضغط الجمهور يعني يختلف ادائه. احنا ما علينا من الشارجه ادائهم، احنا نبي اداء لاعبينا يوصلون الردم لمستواهم حوالي 90-95%، كل لاعب يدخل يغطي مكان اللي كان في الملعب ويصير احسن منه. هذا اللي احنا نبيه من لاعبين المنامه اليوم، التوفيق، اللعب في الدفاع خصوصا في الدفاع. عندنا اللاعب ميتم حسن نيروز امس قدموا اداء ممتاز في الدفاع، اليوم نبي حتى من حسين شاكر واحمد عزيز نبيهم يكونوا متواصلين في الدفاع مع الفريق على اساس نستفيد من خبراتهم في الهجوم. كابتن فيصل، بدايه المباراه، رتم المباراه شلون راح يكون؟ مباراه مهمه 40 دقيقه، اتصور كل ثانيه منها مهمه، ممكن تشكل منعطف في المباراه. كل ثانيه ناجحه منها توصلك الى البطوله. بدايه المباراه اتوقع راح يكون قص نبض، ما راح تكون المباراه سريعه بدايتها، واتوقع يمكن كل مباراه ما راح تكون سريعه كفاست بريك او ما شابه. اتوقع راح يكون في سيستم 5 اون 5 اكثر، قراءة الاول ديفنس اكثر كاوفنس، وقراءة الاوفنس كديفنس اكثر. ما راح تكون مباراة سريعة، راح تكون فيها قراءات اكثر بالنسبة حق بالذات اول كوارتر. كابتن طلال، كابتن سلمان رمضان، هل راح يبدع باللاين اب اللي بدا فيه امس؟ حسين شاكر، حسين نوروز، احمد نجف بالاضافة الى المحترفين، ام راح يلعب بالتشكيلة اللي لعب فيها في الدور التمهيدي بوجود احمد عزيز وحسين شاكر في الملعب من البداية؟ على ما اعتقد كابتن سلمان لازم يبتدي بالتشكيلة الأساسية اللي متعود كل مباراة يبدأ فيها، يشوف وضع المباراة، وضع الديفنس شلون، مدى توفيق اللاعبين، الأخطاء الشخصية، بعدين هو يقدر يغير في الفريق في اللاين اب. الراحة شيء أساسي حق اللاعبين. احنا شفنا محترف المنامه ريح يومين على راس، يا مباراه السيمي فاينل قدم اداء وايد ممتاز خاصه حق انه لاعب بيج جاي. لاعب وايد على ما اعتقد يقدر يلعب 40 دقيقه اذا ما صادت الاخطاء الشخصيه. المطلوب الضغط على الكره اليوم، الضغط على الكره قدر الامكان، مساعده اللاعبين البوستيه خاصه انه احتمال في يصير في الماتش اب شوي يصير في اختلاف، لازم نساعد الباقي، يعني اللاعبين البريمترز اللي برا لازم يساعدون الانسايد، لازم يساعدونهم في الريبان خاصه الامبي. التحكيم اليوم راح يكون الحكم الاندونيسي هارجا بالاضافه الى الحكمين العربيين احمد الشويلي وسيف الدوسري، اكيد راح تكون ضغوطات كبيره عليهم، والله يعينهم في هذه المباراه. الله يعين الحكام، صحيح مباراة فاينل هذه، والخطا البشري كأي خطا محسوب يعني بشكل كبير. ان شاء الله يعني، بس اهم شيء الفريقين لا يتأثرون بالتحكيم، انت العب للفوز، لا تطالع الحكم، حتى لو اعطاك جول غلط جولين غلط، يجب ان تكون فوكس على الجيم، خلي الحكام يحكمون وانت طالع المباراة. كباتن شاكر لكم، لنا عودة إن شاء الله بين الشوطين لمعرفة حكاية النصف الأول من المباراة النهائية، ومن سيقترب أكثر لكأس البطولة. أما الآن أعزائي المشاهدين، راح ننتقل معاكم لمتابعة المباراة الختامية، المباراة المهمة، المباراة الفاصلة اللي راح تحدد بطل النسخة 39 لأندية مجلس التعاون أبطال الدوري لكرة السلة، نهائي مكرر للعام الماضي بين المنام البحريني والشارجة الإماراتي، مع معلق المباراة الزميل أسامة الكوهجي. Thank you.
الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، معلق هذه الأمسية أسامة الكوهجي يحييكم في القمة الخليجية 39 بين الكبيرين في نهائي خليجي مكرر من النسخة 38، والآن 39 بين الكبيرين المنامة والشارقة. انطلاقة المباراة النهائية بين احمد الشويلي، يعدلون الوقت، كرة قفز غير صحيحة من الحكم. انطلاقة المباراة من جديد مرة ثانية، والكرسون لم يوفق في الجامبول الاول، المنامة في افضل فورماته وايضا الشارجة في افضل فورماته في المباراة. مسج لمبي حسين شاكر، ثلاثية أولى في المباراة لم يوفق فيها، مباراة صعبة على الفريقين. مارفيل هارس خطير، هذا اللاعب خطير خطير خطير، هارس بمعدل 29 نقطة في المباراة ما له حل، وتوريكو وايت قدم الأفضل في السيمي فاينل أمام شباب أهلي دبي. لمبيه مسيج قدم مباراة رائعة أيضا في السيمي فاينل. المنامة تألق والشارجة تألق، وأخطر لاعبي المباراة هذا اللاعب تايلر ويلكرسون بمعدل 33 نقطة في المباراة. توريكو وايت لم يوفق، واللعب على الانسايد في المباراة. هارس 2 بوينتس سيطر عليه عمر. المنامة يلعب دفاع الزوج، عفوا دفاع المان، خطأ أول على حسين شاكر. انطلاقات، سرعات، قوة، ثلاثيات، بيج شاتس، راح تكون العناوين الأبرز في المباراة. الجمهور اللي برع الصالة أكثر من اللي داخل الصالة اليوم، راح نشوف طبعا مباراة من الطراز الأول على المستوى الخليجي. مسج لمبي البولندي الجنسية، شوت ذا بول فور ذا ثري، الأولى لم يوفق فيها، ومشكلة المنامة الثقة بعد الشوتينج ما حد يطلع على الريباوند. لا لا تكررها مع الشارجة، المنامة الشهية مفتوحة على الثري بوينت، وانت ما تحتاج الثري بوينت، الثري بوينت تحتاج يكون فقط as a second option، خيار ثاني. اللعب على الانسايد، المنامة تألق بالانسايد، حاسب من ويلكرسون، تو بوينت حاسب من ويلكرسون. ويلكرسون أخطر لاعبي البطولة وأكثر لاعبي البطولة تهديفا، وهذه ثالث بطولة لهذا اللاعب، موسم ثاني مع الشباب 5-0 5-0 رن. سيناريو مباراة الأمس، المنامة 5-0 بدل المباراة و 6-0. خلصها يا حسين، خلصها يا حسين، الشارجة هذه مو بأي كلام، محترفين على طراز عالمي. لاحظ ويلكرسون قلت لاحظ، التفاهم يجب أن يكون حاضر. المنامة أكبر، الشارجة بيجر جايز، أكبر في الأجسام، يمتلكون أفضلية. راح يلعب على أولى، الله المنامة يعاني قلت لك. بوتش 7-0 رن، وحذاري من الرن الغير متوقع والإسراف في الثري بوينتس، حذاري انسايد جيم. تحكيم عراقي اندونيسي قطري للفاينل، الصفرة كانت من قبل الاندونيسي هارجا جالادري.
هذا هو الأندونيسي. كل نقطة مهمة، كل نقطة مهمة. نقطة ضعف المنامة الرميات الحرة، قلت لك نقطة ضعف المنامة الرميات الحرة. انت امام بطل الخليج اليوم جاسم مارفل هارس، خطير مارفل، قلت لك اهما افضل. مشكلة المنامة باكس اوت 2 بوينتس في الطريق، ما في مشكلة. وخطأ سمارت جيم، عبد الحميد ابراهيم يلعب بالمباراة الى هذه اللحظة بالطريقة اللي يبيها، يعطي المنامة الشوت، يعطي المنام الأمان في الثري بوينت، يعرف انه مو بشوترز المنامة في بعض الاحيان، فممكن ترتد، فيفضل انه ياخذ الليد من البداية ويصعب الامور. 8-1، نقطة واحدة المنامة. تبديل اول في المباراة احمد عزيز، تعزيز الجانب الدفاعي وليس الهجومي، يعاني الان المنامة دفاعية، هجوميا ما في مشكلة. نركز الكرات بتجي، الباسكت بي جود سكرين من احمد نجف، بارشات يبين عليها، ما في باسكت انسايد ذا جيم. المنامة بيفوز لازم يلعب انسايد جيم، يلعب انسايد ذا بيت. هارس شوف اللعب على الاثنين، الباقي طبعا راح يكونون مكملين. شوف عمر وجاسم ويونس ثلاثة كبار في أرضية الملعب، من الشارجة يكسب خطأ، خذ التو بوينتس ضايعة، خذ التو بوينتس ضايعة، يبين عليها. هارس راح يخترق ويسجل له نقطتين. فاول قرار صحيح. ايزي باسكت اتاك ذا باسكت، هذه فلسفة الشارجة، ايزي باسكت اتاك ذا باسكت من دون تعقيد، العب على المحترفين وخلي يعمل درايف توريكو وايت على لاعبي المنامة. 9-1 8 بوينت جيم الشارجة، والامور صعبة على المنامة، ما تبشر بخير في البداية. سلمان رمضان يعني كثيرين ما يدرون ان سلمان رمضان يعني تولى تدريب المنامة فقط في البطولة الخليجية. مسج لامبي بولندي الجنسية 34 سنة، هذا لاعب اكبر لاعبي المباراة، لا ثاني اكبر لاعبي المباراة بعد يونس، ما يضيع. مارفل هارس ما يضيع، لا تحاول معاه مارفل. تن بوينت جيم ضيعها، تن بوينت الشارجة، العب على مسيج لامبي. اعتقد احمد محمد امير هذه ثلاثية غير راية، انسايد ذا جيم باسكت، الله جود احمد نجف. نحتاج محمد امير في ارضيه الملعب، واحمد نجف يتواجد في ارضيه الملعب، في مشكله، لازم نعزز الدفاعات. اوبن شوت سكور، جود جاب، العب على مسج احمد نجف، خليك داخل المنطقه، ذاتس ات انسايد جيم، لا استاج على احمد علي. احمد عزيز المنام يبحث عن باسكت يتيم، وما يبحث عن ثلاثيه، يبحث عن باسكت. النقطه اللي موجوده في سله المنام فقط هي من خلال رمي حره، اذا دفاعات الشارجه عامله عمايلها في هجوم المنامه. 10-1 يعاني المنامة، انتصاف الكوارتر الأول من المباراة. حاسب من راح يعمل بنتريشن، يكسب خطأ، ذاتس ات، اللعب فقط على الاثنين المحترفين. لامبي بوست اب،
الباسكت الأول للامبي. إيزي باسكت. اللعب فقط على اثنين في الشارجة. الاثنين مسجلين 10 نقاط المحترفين. هذا هو مارفل هارس. خلاص اضغط. الفرصة سانحة الآن لتقليص الفارق. نبحث عن توريكو وايت في المباراة. أحمد نجف خليك داخل معاه حق الريباوند. خليك معاه يا أحمد نجف لا تطلع. فور ذا ثري. وين الريباوند؟ وين الريباوند؟ وين الريباوند؟ جاسم ثلاثية أولى غير موفقة. إير بول سيطر عليه محظوظ المنامة في اللحظة السابقة. ما كان أداء موفق من تايلر. حسن نوروز أوبن فور ذا ثري. من اللي يشوفه؟ أحمد نجف وين؟ مرر الكرة إلى لامبي. بوست أب هذا المطلوب. ما عليش يا حسن. هذا المطلوب. حاول يكسب خطأ. شوف يحاول يكسب خطأ. يكسب خطأ. ما يبي له شيء. A B C السلة A B C. 5 أخطاء على المنامة ولا خطأ أو خطأ يتيم على الشارجة. شي يسوون هجوم المنامة. اللعب يلعبون سوفت أتاك ذا باسكت. هاجم الباسكت بقوة. اعمل بادي كونتك. أوه 5 أخطاء على المنامة. خطأ واحد الكرة والبطولة في الكوارتر أول الآن تسير إلى الشارجة. يعني المفروض النتيجة 13-3. ضيعوا الشارجة. المنامة حذاري من حالة عدم التوفيق. لا يجب أن تعوض بالدفاع. لامبي فور ذا ثري. تردد احمد عزيز. الكل خايف. توريكي راح يمرر الى حسن وراح يلعب. اوه حاله من عدم التوفيق لتوريكو وايت والمنامه في الهجوم. 5-point game. منامه عليه تشديد الدفاعات وعدم الاسراف في ارتكاب الاخطاء ولا الامور راح تكون صعبه في الكوارتر الثالث والرابع من المباراه. لا يشوت. يا حسن نوروز يا حسن نوروز بذكاء. الدفاع بذكاء وليس بالحركة. الحماس ما بينفع. فقط الذكاء في أرضية الملعب. مارفل هارس فقط 11 لقطة من لاعبي الشارجة المحترفين. منام لازال يبحث عن توريكو. محمد أمير في أرضية الملعب أنشط هجوميا. تو بوينتس باسكت اول توريكو وايت. 5-point game. ميثم يشارك يعمل ضغط على مارفل هارس. نو فاول يا ميثم. جود جاب. راح ميثم الان راح يضغط على مارفل هارس. ما في مشكله المباراه جايه. جود بول هاندلينج. كيك اوت. 3 اولى في المباراه. 3 اولى في المباراة. قلت لك 3 اولى في المباراة. والشارجة الان يعاني هجوميا. بنقول شلون؟ لان اثنين فقط من لاعبينه يسجلون. البقايا لحين ما سجلوا. المنامة افضل على الرغم انه هو مغلوب. يونس اتاك. حاول اكسب خطأ. جود جاب.
يكسب خاطئ ويسيطر عليها. أحمد أتاك ذا باسكت يا أحمد عزيز. ميثم فور ذا ثري سيطر عليه. شوت ذا ثري أحمد عزيز. 3 seconds. مباراة صعبة. يونس مارفل هارس ميثم تحم حكم يقول ما في اي شيء. حاول يعمل بنتريشن. يلا ميثم طبعا 30 ثانية أخيرة و14 ثانية في اللعب كله على هذا اللاعب. المنامة بيسكلي يلعب على لاعبين اثنين. المنام الشارجة يلعب على لاعبين اثنين. شلو فالمنامة لازم يلعب على لاعبين اثنين فقط اللي هم مارفل هارس وتايلر ويلكرسون افضل محترفين. البقايا راح تكون ادوارهم مكمله. طبعا هذا هو مارفل هارس يلعب بمعدل تسجيل 28 نقطه في المباراه. 25 سنه هذا اللاعب ونسبه تسجيله من خط الرمي الحر 73% راح يسجل له ثنتين. جود جاب محمد امير باور فورورد في المنامه. توريكو وايت مختفي تماما. بنسبة 73% والآن يلعب بنسبة 25% في المباراة. يلوم نفسه مارفل هارس. الهجمة الأخيرة في الكوارتر الرابع الأول عفوا في المباراة. نشغل هذا اللاعب لا يطوفنا الوقت. دفاعات 10 على 10. ميثم بالشات الدفاع كان صح ولكن حق يونس. الثانية الأخيرة ليونس. أوه 15-10 الأهم حققه الآن فريق الشارجة في الكوارتر الأول من المباراة أن يتقدم في الكوارتر الأول. عنده ثقة نفسية في المباراة. هو الأداء الأقل للفريقين في المباراة لأن الفريقين طبعا يلعبون بنفس الطريقة بنفس الأسلوب ولكن لاعبي المنامة غير موفقين هجوميا في المباراة. المنامة متأثر في ضغط المباراة. يعني اللي صار في الشوط الأول من المباراة في الفترة الأولى من المباراة الشوط الأول والفترة الأولى سجلوا الشارجة 10 نقاط مقابل نقطة واحدة في أول 5 دقائق من المباراة. بداية الكوارتر الثاني والمشكلة الرئيسية طبعا هي المنامة سجل نقطة واحدة في أول 5 دقائق. سجل الشارجة
10 نقاط في أول 5 دقائق. المنامة سجل 9 نقاط في نصف الثاني من الكوارتر الأول، حين أن الشارجة سجل 5 نقاط في النصف الأول من الكوارتر الأول، النصف الثاني من الكوارتر الأول. تبي تفوز وقف هارس، تبي تفوز وقف هذا اللاعب، كل لاعب لازم يسجل أقل من 20 راح تفوز. البقايا مع كل الاحترام ما في مشكلة، ما في تهديد، لاعبين أفضل. توريكو وايت 2 بوينتس في هذه اللحظة أونلي. أمير لحظ 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 الدفاعات صعوبة، لاحظ عملية تبديل الدفاعات، هذا المطلوب من أحمد عزيز، هذا المطلوب. جود جوب، خاطئ، هذا المطلوب. العب انسايد، جود جوب أحمد عزيز. ليش جود جوب أحمد عزيز؟ لأنه هو اللي اخترق. خلاص العب انسايد. 13 ثلاثية، خلينا نشوف المنامة، عفوا 7 ثلاثيات صوب سجل واحدة. إذن احنا اليوم مو في يومنا من خارج الغوص، نركز على الانسايد جيم. نخلص الفارق بعدين نفكر في التقدم. مباراة صعبة على الفريقين، نهائي خليجي مكرر. جود جاب، 9-6 نقاط لمسج لامبي فقط. مهمة الدفاع المنامي سهلة لأن البقية ما بيسجلون، ما بيسجل. أوه يونس عطلة ثلاثية أولى في المباراة وثانية لفريق وأولى للشارجة أيضا. 2 points 2 points. أوه بقول لك ليش، لأن ضيعها، فكر في البلوك وقدم اعتذار مسيج، فراح عمل باور ولكن ما في بادي كونتاكت وطلعت أوت أوف كنترول. 6 بوينت جيم، جود جوب. اوه سمارت تايم اوت، وثمان نقاط الفارق في المباراة. لاحظ الحوار بين الداهية عبد الحميد ابراهيم ومارفل هارس، هذا هو مدرب النويدرات السابق الصربي دراغون، يعمل مساعد عبد الحميد ابراهيم. شوف ما في كوتشنج، عطنا الكاميرا على مدرب الشارجه، ما في كوتشنج، مباراه محترفين يلعبون، المشكله ان محترفين ملامه للحين ما اشتغلوا. جماهير حاضره، جماهير أعداد هائلة لم تستطع الدخول إلى أرضية الملعب. الجماهير تترقب ألوان المنامة، الكل في هدوء، الكل يترقب. تايم اوت اول لعبد العالي سلمان رمضان. المنامه 12 نقطه، الشارجه 12 في اول دقيقه و25 ثانيه من الكوارتر الاول. ليش الان مصطفى حسين يرخل؟ لان لاعب راح يشوت على الثري، لكن يونس الان هو اللي يراقب مصطفى حسين، لكن مصطفى انصاف الحلول يخلص لك الثري. لاحظ يتحين الكرة الأولى لامبي، في مشكلة، نحتاج ثلاثيتين من مصطفى حسين والمباراة راح تكون في اليد. العب زون، العب زون، العب زون أفضل، يلعب زون أفضل سلمان، لأن الأفضل المحترفين. توريكو وايت غائب تماما، ما في ريبون. أحمد أمير 8 بوينت جيم،
المنامه اضغط سكر المساحات 2-3 زون الان. شوف هذا 2-3 زون اللي اقول لك عنه، اضغط لا تترك مساحات، لا تفتح الملعب، الملعب مفتوح يونس فاضي. لا يا محمد امير خليك موجود في الريباوند. يا الله محمد امير شو يسوي؟ وين رايح؟ فكر في الدفاع. ميثم اتاك ذا باسكت يا ميثم، باد شوت باد شوت. مارفل قلنا اتاك ذا باسكت من البدايه، الموهوب راح يدخل الان محمود الهاشمي اصغر لاعبي المباراه. والله المباراه راح تسجل الان تاريخ، بتقول شلون؟ بقول لك محمود هذا شو رقم صفر، مصطفى حسين هو اصغر لاعب في المباراه 17 سنه، وايضا رقم واحد حط كاميرا على رقم واحد من الشارجه، هذا راح يكون بعد اصغر لاعب، الاثنين 17 سنه. هاي مستقبل الكرة الخليجية، الاثنين صناع لعب. تعاد الكرة، صعب المنام يبحث عن ثلاثيات، مصطفى حسين للثلاثيات، لكن راح تكون مهمة سهلة لمصطفى لأنه راح يراقب محمود الهاشمي. صعبة حتى الكرة تدخل بصعوبة. 2-3 زون، ميثم يحاول يضغط على مايك هارس. مايك هارس، مارفل هارس. مايك هارس محترف المحرك. جود ديفنس، لا 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 تخليه يشوت. جود جاب، يبي يحاول يكسب خطأ، خطأ على ويلكرز، في خطأ على ويلكرز. الحكم يقول ما فيه شيء، وشلون لاعب اتاك ذا باسكت في ظل 2-3 زون لا تفتح معاه. ميثم وين الخطأ؟ وين الخطأ؟ شلون الخطأ؟ خلينا نشوف الخطأ في وين. صعب اللقطة، صعب اللقطة. خطأ واضح، خطأ واضح، خطأ واضح على ميثم جميل. قرار صحيح من حكم المباراة، في دفع باليد اليسرى من ميثم. صعبها على المنامه. 11 بوينت جيم. توريكو وايت واقف في ارضيات الملعب. لا تعمل كيك اوت. لاحظ تعزمون الربع ثلاثيه. ثلاثيه ثانيه في المنامه. 8 بوينت جيم. الدفاع في المنامة جيد ولكن الهجوم هو المشكلة، لأن الهجوم وين جاسم حط الثلاثية أولى والثالثة للشارجة. توريكو وايت فقط نقطتين. نايس شوت، نايس شوت. موستي حط له 2 بوينتس و 9 بوينت جيم. اصغر لاعبي المباراه راح يعمل الهوايل اليوم ان شاء الله. جاسم عمر خطير في الثلاثيات. جود شوت، جود شوت، جود شوت، جود شوت، جود شوت. شو تايم، شو تايم. حذرنا اليوم من عمر وجاسم. يلا يا توريكو شغل عليه. توريكو يضع الثري بوينت الاولى له والمباراه انفتحت. 9 بوينت جيم للشارجه.
الحكم يقول ما فيه شيء. جاسم جود شات، جود شات جاسم، جود شات جاسم. 12 بوينت جيم، عدم الاندفاع على الثلاثيات خطأ. جود فاول، احسن من الثلاثيه. جود فاول يا ميثم، فاول اول على تايلر ويلكرسون. هاي مشكله المنام، لازم اتاك ذا باسكت بالقوه. محمد امير يجب ان يفعل، توريكو وايت يجب ان يفعل. يلعب بست لاعبي شارجر. مشكلة المنامة قلت لك من البداية، خط الرمي الحرة. ميثم جميل، إلفن بوينت جيم. سلمان رمضان، تبديلات الواحدة تلو الآخر. مارفل هاريس راح يمررها إلى من؟ اللاعبين الإماراتيين تحرروا الآن، جاسم وعمر، باقي محمود. جود شوت، جود جوب أحمد عزيز. توريكو وايت هدي اللعب، شوف شلون فاتحين يدهم. هذا المطلوب، هذا المطلوب. لا 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 لا. حسن نوروز ضايع تماما في المباراة دفاعيا وهجوميا. راح يرتكب خطأ الآن، قلت لك ضايع دفاعيا وهجوميا. سلمان رمضان يقول لك خلك قدامه مو من وراه. 13 نقطة الفارق الأكبر، المنامة في مشكلة. مرر حق مارفل، في صعوبة في التصويب. هاريس، أعتقد الأفضل استبدال حسن ناروز، غير موفق تماما. قاطع على مارفل هاريس، قاطع هجوم مارفل هاريس، قاطع أول على مارفل. مصطفى لازم يجرب على الثلاثيات. مرر، لا شوت ذا بول مصطفى، شوت ذا بول. جود جاب. توريكو وايت يكسب خطا ثاني على تايلر ويلكرسون. بالنسبة تصويب 50% توريكو وايت، محترف المنامة. المنامة بكبرى يلعب بنسبة تصويب 69% فقط، فيعني لا تستغرب المنامة يضيع من خط الرمي الحرة لأن نسبته ضعيفة لحد ما. إذا سجل الشارجة الأمور راح تكون صعبة تماما على المنامة في الفوز بالمباراة، لأن الشارجة ما يلعب هجوم، الشارجة يلعب دفاع والمنامة ما يلعب هجوم. يا توريكو وايت يبحث عن أوبن شوت، لكن مارفل هاريس عامل شغل جبار. جود موف مسج لمبه. 11 بوينت، قمنا نحسب الفارق. يلعب على ال 24 ثانيه. حسب يا لمبي عليك خطأين.
مشي حق توريكو. ثلاثية ثانية للمنامة في المباراة، والتايم اوت اول لاحمد لعبد الحميد ابراهيم في الكوارتر الثاني من المباراة. الشارجة 38 نقطة والمنامة 30 نقطة في اخر دقيقة و15 ثانية من الكوارتر الثاني. واجواء صاخبة، اجواء رائعة، لكن حسافة هاي الجماهير تطلع زعلانة، لازم نفوز في المباراة. اسد ومغدر، الله على اللقطة. شوف الكل يشجع، العوائل، قسم العوائل، قسم الشباب، اليهال موجودين، وجماهير المنامة حاضرة. هاي شباب المنامة الكل يعني يسوي دورة في الملعب، لكن يبقون حلوين حلوين، أحلى من اللاعبين الجمهور. الكوارتر الأول متعادلين الفريقين، يتقدم الشارجة الآن ب 23-20. سجل 10 نقاط المنامة في الكوارتر الأول. تايلر ويركنسون أفضل لاعبي البطولة، يعني موقفين الربع صح ما في مشكلة، لكن الربع ما يسجلون. نو فاول نو هيل، خلك معاه. لا شوف شوف يا مسيج لمبي، غلط الحركة، غلط من لمبي، الحركة غلط من لمبي، غلط من لمبي وحسن نوروز، الفكرة غلط، كانت غلط. توريكو وايت بارشاد 2 بوينت. الدفاع غلط، ما يقرا صح، ما في تفاهم بين اللاعبين، واضح في المنامة. شوف المشكلة هنا تصير، شوف 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 المشكلة وين تتكرر. المشكلة الآن في الهجمة الماضية، مو معقول مو معقول اللي قاعد يصير في المنامة دفاعيا. فوضى دفاعية عارمة، ديفنس انطلاقة سريعة 2 بوينتس، ونهاية الكوارتر الثاني من المباراة. والشوط الأول بأداء غير مرضي من المنامة، يتأخر بفارق 7 نقاط. طبعا الكوارتر الأول ينتهي ب 15 نقطة مقابل 10 نقاط، في حين أن الكوارتر الثاني يعتبر الأسوأ للمنامة أيضا دفاعيا. سجل عليه الشارجة 28 مقابل 24 سجل المنامة هجوميا. على استمرار رمضان تدارك الموقف الدفاعي لفريقه والمنامة في الشوط الثاني، ولكن تبقى الأمور مفتوحة دائما للمنامة للتعديل في الشوط الثاني. إذا مشاهدي الكرام، ننتقل بالصوت والصورة إلى الاستوديو التحليلي والزميل عبد العزيز الخضير. لاعب خطير خطير، يلعب بالانسايد، حاسب من ويلكرسون 2 بوينت 2 بوينت المنطقة. ذاتس ات انسايد جيم، لاست تاتش على احمد حج في بوست اب. الباسكت راح يمرر الى حسن وراح يلعب.
6-point game. Good job. Oh, 6-point game. إذن مشاهدينا الكرام، الشوط الأول من المباراة النهائية بين المنامة والشارجة ينتهي بتقدم الشارجة بفارق 7 نقاط وبنتيجة 41 نقطة مقابل 34. كابتن فيصل، يعني بداية جدا قوية كانت للشارجة مقابل بداية ضعيفة للمنامة، وصلت فيها النتيجة 10-1 لصالح الشارجة. المنامة بالبداية صارت عنده مشكله فاولات، اوكي، بحسين شاكر ونوروز اثر عليه نوعا ما، فاولين في الربع الاول. الفارق ايضا وصل الى 10-1، هذا ازعج المنامه كثير علشان ترجع. وجد صعوبه ايضا المنامه في التغلغل داخل منطقه 3 سكند، لان الدفاع الشرجاوي كان مميز جدا في ابعاد اي لاعب من المنامه الى الوجود داخل منطقه 3 سكند. مشكله ايضا المنامه لم يكن هناك ضغط على حامل الكره، اوكي، فيما عدا ميثم هو من ازعج مارفل نوعا ما، ولكن الباقي اللاعبين ما في بريجر ذا بول، ما في ضغط على الكره. لامبي مع وايت مطلوب تركيز هجومي اكثر وتسجيل اكثر، مو بس التمرير حق باقي اللاعبين، ويجب ان يكونوا داخل المنطقه، بالذات لامبي لازم يكون تحت على اساس يزعج ويلكرسون ويسبب له مشكله الفاول ترابل، خصوصا ويلكرسون عليه فاولين. نلاحظ ان ميثم مسجل 6 نقاط في الفتره اللي لعبها، تريكو 10 ولامبي 12، الباقي اللاعبين ما في سكور، يعني ذاك السكور المعقول، وهذا اثر على المنامه. على كان الشارجة لعب بوايد بتركيز اكثر، بهدوء اكثر، السيطرة على الكوارتر الاول بالذات. مارفل هارس كان نجم مع التحكم بالفريق بشكل مؤثر، وكانت التصويبات ايضا توفقوا بالتصوير الثلاثيه بين مارفل وبين تايلور وبين جاسم. كابتن طلال، الكوارتر الاول انتهى 15-10 لصالح المنامه. في هذه الكوارتر شفنا المنامه ارتكب 7 فاول في المقابل فاول وحيد على فريق الشارجه، معناته ان الشارجه كان يحاول يخترق يدخل المنطقه تحت الحلق، في المقابل المنامه ما قدر يكسب الا خطا وحيد. المنامه في الكوارتر الاول اعتمد على التصويبات، من كذي قلت الاختراقات على الحلق، من كذي قلت الفاولات. الدفاع الشارج ارتاح لانه قاعد ياخذ الريباوند ويروح على راحه ويطبق الهجوم ويسجل سكور، بالاضافه حق الفاست بريك اللي حق هارس. يعني تصورنا هارس يروح 4 دفاعات قدامه، يروح يخترق ويروح يسجل بدون اي دفاع سلبي من المنامه كلش. المنامه اعتمد على التصويبات، تصويبات ميتم، تصويبات حسين شاكر، تصويبات وايت، اليوم في العديد الفريق كله مو موفق في التصويبات، فليش انا قاعد اصوب؟
حتى التصويبات اللي تحت الحلق زين اللي ناخذها من السكند شات ولا الكره توصل تحت الحلق بعد مو موفقين فيها. فاعتقد ان نحس التوفيق اليوم متواجد من الشوط الاول زين. لازم اللاعبين يتعلمون لا نخاف من الفوز. اللاعبين شنو خايفين من الفوز بالمباراه؟ لا تخاف من الفوز، العب الجيم، حاول تسجل والعب لعبك الطبيعي. مع بدايه الكوارتر الثاني شفنا فريق الشرطي تقدم 20-12. كابتن سلمان رمضان خذ تايم اوت، اجرى تغيير، ادخل مصطفى حسين مكان احمد عزيز، ايضا اجرى تغيير على مستوى الدفاع، لعب دفاع الزون وما كلفه اربع ثلاثيات من فريق الشرجه، وصل الفارق 38-25، فارق 13 نقطه. المشكله مو في دفاع الزون، في طريقه الدفاع، المشكله بالزون لما لعبوا ما في بريشر ذا بول، يعني الكره لما تروح لجاسم على سبيل المثال، جاسم محمد ما كان في ضغط عليه عشان ما لا يصوب، كان فاضي، وبالتالي اذا اوبن شات راح يحطها على الاقل النسبه العليا راح يحطها، خصوصا جاسم لاعب مميز على سبيل المثال طبعا جاسم. لما لعبوا مان كان مفروض واحد من الجاردات مثلا مصطفى نوروز يتبدل، لان مارفل صار في مسماش مع مارفل مع لاعبين المنامه مثل نوروز، وصار يلعب تحت مارفل بدا لا يلعب في الخارج، وصار مسماش، صاروا يسقطون على الكره. هني محتاجين احنا محمد امير منامه، لان كانوا فور جاردز قاعد يلعبون مع لامبي، فلازم ان يكون محمد امير موجود او نجف، لازم يكون في واحد طويل موجود بالملعب. ما لعب فور جاردز لان اوريدي عندك انت لامبي شوت، عندك وايت شوت، وجاردين من لاعبين المنامه يشوتون، فانت محتاج واحد هيز ديفندر يعني. كابتن طلال اذا ما تكلمنا عن الشوط الثاني، الشارجه حاليا في مأمن من الاخطاء الشخصيه، يمكن ما عدا تايلور خطئين شخصيين، واتوقع لاعب محترف ممكن يعرف يحافظ على روحه، بالاضافه الى يونس خميس ايضا عليه خطئين شخصيين، في المقابل مارفل هارس عليه خطا واحد، وجاسم محمد اللي كان يدافع مع لمبي ما عليه ولا خطا. يعني انت كل ما زاد الدخول على الحلق كل ما انت اخذت الاخطاء على فريق الشارجه اكثر. الطريقه اللي قاعدين المنامه قاعدين يشوتون الكرات الثلاثيه ويعتمدون على الثلاثيه وعدم تسقيط الكره داخل هي اللي تريح الديفنس. انت قاعد تريح الديفنس في الشوتينج وانت مو موفق، لو انت موفق ما عليه. الطريقه اللي قاعد يلعب فيها في الديفنس المنام اللي هي 2-3 دفاعات اثنين فوق على اربعه هجوم من الشارجه صعبه وايد، اثنين ما يقدرون يودون اربعه، من كذي يحصلون الاوبن شوت يا من كورنرز يا من فوق، لان الدفاعات الاثنين ما يقدرون يودون اربعه، اي تمرينه وكلهم الاربعه يشوتون، جاسم يشوت، عمر يشوت، تايلور يشوت، وهارس يشوت، كلهم ذلين الاربعه كلهم فوق المنطقه، فصعب ان انت تيود باثنين دفاعات تيود الاربعه. من الافضل ان احنا اذا ما نقدر نسوي ماتش اب في الزون نقدر نسوي نلعب المان تو مان الماتش اب، ونحاول نسوي باكينج حق المنطقه. سكند شوت المفروض نستفيد منه اكثر. خذوا تسعه سكند شوت، هاي التسعه 18 نقطه، المفروض ما يستفيدون منها. يعني هذه الاشياء اللي انت قاعد تبني من الديفنس للاوفنس، مو من الاوفنس للديفنس. كابتن فيصل يعني الشوط الثاني بالنسبه لفريق المنامه نجح في تقليل الفارق من 13 الى 7، نفسيا اكيد يعني راح يخف الضغط على الفريق كون قلل الفارق عنده فرصه في المباراه، شو اللي توجب عليه فعله في الشوط الثاني؟ انا اتصور تايلر ويلكنسون لاعب الشارجه عليه تو فاولز، تايلر ويلكنسون ما راح يسوي فاول على جاردات، يبي له لاعب طويل يلعب انسايد، لامبي ما يلعب انسايد، يلعب بالخارج، لازم يكون محمد امير انسايد على اساس يلعب تحت ويحاول يسجل ياخذ ريباوند هجومي دفاعي ويحاول يخلي تايلر ويلكنسون يرتكب الفاولات عليه، اما تايلر ويلكنسون ما راح يطلع بالطريقه هذه اذا كان فور جاردز بالملعب. الشارجه شلون راح يلعب الشوط الثاني خصوصا لحد الان هو ماسك زمام المباراه؟ اكيد الشارجه قاعد يحافظ على الردم،
دائما الكره بتحصل كل هجمه لازم هارس يلمس الكره لازم تايلر يلمس فايت فور ذا بول يا جماعه فايت فور ذا بول عمر ضيع الهجمه 7 بوينت جيم اتاك ذا باسكت يا ميثم معليش اتاك ذا باسكت ميثم احسن من انك تلعب على الثري وما تسجل والله لاعب مارفل هاريس لاعب 15 نقطه و14 نقطه لكلاركسون المشكله مو في الدفاع الان المشكله في هجوم المنام اللي ما قاعد يسجل العب عليه فاول حكم يقول ما في شيء في تاتش لكن الحكم يقول ما في شيء خطأين على ويلكرسون خطأين على يونس وخطأ على الريباوند ولا ريباوند مفروض يستلمه خلصها يا لمبي خلصها يا لمبي يلعب على الظهر لاحظ 2 بوينتس في الطريق كيك اوت ميثم فور ذا ثري شورت وين الريباوند ميثم ضيع هجمتين بعد ما في مشكله 7 بوينت جيم راح يخلصها ديفنس مشي الكوره حق الله والله العظيم يا ميثم ثلاث هجمات استبدال ميثم مو معقوله احمد عزيز يجب ان يشارك ولكن ميثم افضل في الشق الدفاعي لازم توريكو وايت هو اللي يشيل الكره اذا اراد المنام الفوز توريكو وايت هو يكون صانع العاب وليس توريكو وايت يستلم الكره من لاعب محلي لا مايك هاريس مارفل هاريس خطير المنام ما قاعد يستغل حاله الضياع الهجوميه من توريكو وايت يسجل 3 بوينت عطه الكرة خل الكرة انا جايبه علشان اشغله مو عشان ادلعه نفس ما يسوي الشارجة اضغط اضغط لا يشوت 3 لا يشوت لا يشوت عمر ثانية أخيرة سيطر عليها يلا 4 بوينت جيم وين يلا يا توريكو يخلص توريكو لا 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 نو بروبلم نو بروبلم يا توريكو واحد ضيع واحد سجل نو بروبلم اعتذر على طول كبير توريكو وايت سجل 13 نقطة هذا هو دينيس رودمان الشارجة يونس يونس خميس مباراة قاطع على ميثم جميل ذكي مارفل هاريس ذكي رقم 7 خطأ ثالث على ميثم جميل شوف 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 جدد 3 دقائق ونص على بداية الكوارتر الثالث good defense good defense وأيضا good shot لي تايلر ويلكرسون حسن نوروز فور ذا ثري سيطر عليها احمد نجف 2 بوينتس 5 بوينت جيم الجماهير تطالب بالديفنس الجماهير تطالب بالدفاع بوينتس يس جود شوب جود جوب هدوء هدوء الان احتفل الكوارتر الثالث الان من 9 نقاط مقابل 5 نقاط في الكوارتر الثالث اجواء صاخبه عبد الحميد ابراهيم يطلب التايم اوت الاول مبكرا في الكوارتر الثالث من المباراة
هو متقدم 46-43 قبل 5 دقائق و 53 ثانية من الكوارتر، نهاية الكوارتر الثالث. والله عدد البنات اللي موجودين برا الصالة أكثر من اللي داخل، عدد الشباب اللي موجودين برا الصالة أضعاف اللي داخل، شغف كبير. الجمهور الأحلى في الوطن العربي، تعدينا الخليج، الكلام ما يوصف الأجواء اللي موجودة. شوف الجمهور يبي ذهبية، ما يبي شيء، ما يبي مستوى، ما يبي شيء، يبي ذهبية وخلاص. يمكن لاعب في المستقبل، يمكن. على فكرة الناس من الساعة 2:30 موجودة. استبدال ميثم ودخول احمد عزيز، احمد عزيز الان عليه كم؟ عليه ولا خطا. لازم يضغط على مارفل هاريس. جود جاب، جود جاب مارفل، جود جاب مارفل، جود جاب مارفل، جود جاب مارفل، جود جاب. 18 نقطة لمارفل، انستوببل هذا اللاعب، لكن لازم يسجل. فور ذا ثري. في خطا واضح على جاسم. يضرب اثنين، يعني احمد في مارفل هاريس. سلامات مارفل، سلامات مارفل. نشوف اللقطه الان. طبعا استلام واحتكاك. 6 بوينت جيم. عبد الحميد ابراهيم مشي المباراه بالطريقه اللي يبيها. 9-8 نتيجة الكوارتر الثالث من المباراة. المنامة يتقدم بفارق نقطة، لكن نتمنى المنامة ما يدفع ثمن الكوارتر الأول السيء هجوميا. ريكو وايت لم يوفق. فاينل خليجي 39 راح يشوت الثري. اوه نو فاول، نو فاول، عملية بوست اب. جود شوت عمر، جود جاب عمر. عمر يرفع رصيده من النقاط الى 5 نقاط، ثلاثية و 2 بوينتس الان. العب على الانسايد. اوه لا 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 لا، مارفل هاريس. يا سلام على الدفاع، اسرع. اتاك ذا باسكت يا نو ثري، نو ثري، نو ثري، نو ثري، يس ثري، يس ثري، نو بروبلم. اذا فيها يس حطها يا مسيج لبي. 5 بوينتس، احنا مو قادرين نخلص الفارق. يقول له صعب هذا اللعب، صعب. خطأ، خطأ أول على أحمد عزيز، عنده 3 نقاط. يونس اضغط على يونس، خلي يدش. ووك 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 ووك، خله، عطى الفرصة يونس. اللعب على المحترفين فقط، في حين ان جاسم خلصها يا لقطه. ترن اوفر، كانت الفرصه ملائمه تماما لتخليص الفرق الى اقل من 5 نقاط. لا تعمل سويتش، لا تترك المساحه عليه. تايلر ويركنسون يحاول يكسب خطا، يحاول يكسب خطا، ما في هيلث من ايضا من البقيه.
ويلكنسون لا. مفروض من سلمان رمضان اعطاء الكره ل توريكو وايت فقط ولا شيء اخر. خطا هجومي على من؟ لا لا عطني اياها رقم 10. اول ارتكاب عطني اللقطه. وين الخطا؟ لا الخطا على ويلكنسون او على لا على عمر. كلام صحيح. خطأين على عمر. الشارجة يلعب بذكاء بالغ. Two points. Five point game. 42 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث من المباراة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البحرين الرياضية، تأتيكم هذه المباراة ضمن النهائي خليجي 39. أنا ما أشوف ستيل في المباراة. أنا ما أشوف ستيل والله. لاعب ويلكنسون نو باسكت. يرجع المنامة يتقدم الآن 14 نقطة مقابل 12، ولكن يبقى الشق الدفاعي هو الهاجس الأكبر، أو عفوا الهجومي هو الهاجس الأكبر للمنامة. مشكلة المنامة في خط الرمي الحرة، يلعب بنسبة تسجيل 60%. الفارق الأقل في المباراة الآن نو سويتش نو سويتش نو سويتش. لا 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 شغال شغال صح مارفل هارس شغال صح. كيك اوت بول. يلا احمد عزيز مره ثانيه. وين رايح؟ وين وين الستيب باك؟ الله الله روح ما تبي تروح. اي مكان روح. عطنا نقطتين. 5 بوينت جيم. صعب الامور على المنامه ويا هذا لا تعمل. لا 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 لا. حاسب 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 حاسب. يلا جود جاب جود ديفنس. سرع الرتم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا توريكو وايت. هجمة كانت في المتناول. يقول محمود شوف الكرة. جود جاب جود ديفنس من يونس. وخروج عمر ودخول اللاعب رقم 28 من المباراة محمود وسيم. أحمد عزيز مررها إلى توريكو. أحمد نورود. يلا الكريات الكريات نوروز. لا تستعجل. مرر الكرة يا نوروز. وين رايح يا نوروز؟ وين رايح يا نوروز؟ وين رايح يا نوروز؟ هجمتين على التوالي. ضيعت فرصة تقليص الفارق إلى أقل من 5 نقاط. وين راح يخلصها هارس الآن؟ وين راح يخلصها؟ اللعبة واضحة في كل مرة يا جماعة في كل مرة. ما صدق. وين البوكس اوت؟ خذ الثري. اوه المنام يفرط في المباراة. لا 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 يا جماعة. كنترول ذا بول كنترول ذا بول كنترول ذا بول. راح نشوف الآن. لا يشوت لا يشوت لا يشوت لا يشوت. جود جاب جود جاب جود جاب احمد نجم. خلصها خلصها. يس في الثانية الأخيرة
3 بوينت جيم. صعب المباراة يا الله. أوه. المباراة صعبة على الفريقين وأصعب على المنامة. هذا سلمان مركز. سلمان الفرصة الأخيرة للمنامة والكل الكل ينتظر الفوز. الكل ينتظر الفوز في المباراة. شوف المنامة لأول مرة يتقدم في الكوارتر أو في المباراة في الفترة. أهم دقيقتين الآن في الكوارتر الأخير من المباراة. أهم دقيقتين هي البداية. لا يضرب هجوميا الشارجة. نحاسب من الشارجة. لاحظ حاسب من ويلكنسون. حاسب من هارس. ثري وجود جاب. اللقطة صح. اللقطة صح. مسي مسي يطالب الجمهور بالتشجيع. ما تعودت عليك يا لبي. الله معصب مسي. يقول حق توريكو يلعب وراح نخلص المباراة. راح نشوف. خلي يونس لا يشوت جاسم. لا 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 يا مسيج. لا لا تستعيل بك الرول. مررها مسيج في لعب اليوم. يلا يا لمبه. لا 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 وين. ليش يا أحمد عزيز رجع. خلك في المنطقة. فرصة تغليص الفارق راحت من الملعب. ويلكنسون تايلر لا يشوت لا يرقل لا يسوي شيء. إذا عايز يسوي لازم يسجل. شوف عطاها 14 ثانية خسرنا 4 ثواني. بتقول لي شلون؟ لأنه كان باقي 8 ثواني. الكرة اصطدمت في رجل لاعب المنامة. لاحظ واضح. أجواء رائعة. محمد أمير يشارك. يحتاجه هجوميا أفضل محمد أمير من أحمد نجف المسجل نقطتين. لكن هي ديدا جود جاب. يعمل فرش لكس شوية يبي رايحة. يدخل فرش لك حق جاسم. جاسم يشوت 3 بوينت. جاسم مسجل 11 نقطة في الشارجة. سكر عليه الهواء والماي. هاي محمود. اعمل له هيل. اعمل له هيل. اعمل له هيل. لاست تاتش. يا جماعة المباراة تبين. لكن احنا نروح لها بعد. لازم نسجل.
لازم نستغل الفرص. تعادل 3-3 الآن في الكوارتر. صعبة المباراة. محمد أمير بدو قاتل يسجل 2 بوينتس 1 بوينت جيم. الفارق يتقلص. قلت لكم اول دقيقتين اهم دقيقتين. المنامة نجح الان. لاحظ الديفنس يونس حاول يكسب خطا. حاول يكسب خطا. جود جاب يونس. لامبي يبحث عن التعادل. يلعب على لامبي. امير لازم خطا اول في الكوارتر الرابع من المباراة. الخطأ الثالث على يونس. يعني كانت مرتين تروح الكرة من خلال ستيل. يا هي أعصاب في المباراة. لا 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 يا يا قلب جامد يا أبو قلبي جامد يا لبي. هيا عليك يا لبيه وما رفع الشرط. لاف يو لبيه. 27 بوينتس. حاسب من جاسم. حاسب من جاسم. خلي 61 61. لا يشوت مارفل. كبير يا هارس. كبير يا هارس. يا هي مباراة. ميثم خلص يا ميثم خلص. لا خلص يا ميثم. استعجال. ميثم خطأ. أحمد عزيز. It's not your day now. اليوم يوم المحترفين شوي إلا شوي. تايم أوت سلمان رمضان. تايم أوت ثاني في الكوارتر الرابع وأول لسلمان رمضان في المباراة. ست دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية. هذا بلوك أحمد نجم. ثلاثيات للشارجة مقابل 6 ثلاثيات لفريق المنامة. في حين أن المنامة ارتفعت نقاط في الكوارتر الرابع من المباراة عندما نجح في الضغط على لاعبين الشارجة. خلينا نشوف. وين الدفاع؟ لك دينيس رودمان عطنا اللقطة على 69. يقوم بأدوار قاتلة. شوف 69 يونس. خطأين على مسيح مارفل هارس. عشرين نقطة لويلكرسون. 24 نقطة ل مارفل هارس. 48 44 نقطة. أقول 45 نقطة
45 نقطة للمحترفين من أصل 66 68% من نقاط فريق الشارجة مسجلينهم المحترفين، في حين أن ٢٧٪ من نقاط المنامة مسجلينها محترفي المنامة. خلصها يا توريكو، خلصها يا توريكو، هو يا توريكو ما نبي نضيع المباراة اليوم، اضغط عليه، كتم عليه، حاسب من الدبل تيم لأنه راح يكون تايلر فاضي. جود جاب، خلك ارجع يا ميثم، جود جاب ميثم، عليه اربع تقطاع، ادوار دفاعيه ممتازه. اوه جود بنتريشن، جود بنتريشن ميثم، لا تستعجل، العب على المحترفين. يلا يا عمل بوست اب عليه، خاطئ، ثالث ثاني فقط على الاهلي. سايد اوت، الكره خارج الملعب. شوف زين، ليش ما نلعب من البدايه احنا هاللون؟ العب على الانسايد، خطأين الان على كل فريق. يا حسن نوروز، 2 بوينتس. حميد ابراهيم مستغرب يقول شلون؟ ومتى صارت اللعبه هذه؟ مارفل هارس 24 نقطة لهذا اللعب، انتصف الكوارتر الأخير من المباراة. أوه بيج ثري، سيطر عليه حسن نوروز، عطها عطها توريكو، ما لها إلا توريكو. لا تستعجل يا ميثم، لا تستعجل، لا تستعجل، بهدوء. المباراة تبين واحنا ما نبيه، لما نجرب الفارق يصير ترنوفا، هدية للشارجة من المنام. يشوت 3 بوينت، يشوت 3 بوينت، يشوت 3 بوينت، محمود بهدوء. تايم اوت ثاني لسلمان رمضان، شارجة 77 65، اربع دقائق 28 ثانية، الشارجة قريب من الفوز بالبطولة، معنا في وقت طويل، لكن حرام يرجعون الرابع البيوت زعلانين. يجب وضع حلول، يجب وضع حلول لمحترفي الشارجة. ١٢ ثلاثية مقابل ٨ ثلاثيات، 12 ثلاثية للشارجة مقابل 8 ثلاثيات، والترن اوفر 6 مقابل المنامة، افضل في الترن اوفر، المنامة افضل في الاسيست، بس مشكلة المنامة ما قاعد يسجل اوتسايد وانسايد. يعني المنامة حد من قدرات الشارجة الهجومية، والشارجة حد من قدرات المنامة الهجومية بصورة اكبر. حسين شاكر يعود الان الى المشاركة لعزيز الشق الهجومي على حساب الشق الدفاعي. توريكو وايت، لا يا ميثم، نعم يا ميثم، والله شكله تخرع، اللقطة الماضية تخرع، الكرة كانت قصيرة شكلها. هجمة بهجمة، إذا سجلنا يسجلون، وإذا ضيعنا يضيعون. لا يا جاسم، يا محمود وياه يا جماعة. أوه.
والله غفله توديك في انصاف الحلول. مسج 2 بوينتس. اوه يبقى الفارق 4 نقاط الان. هم يسجلون 3 احنا نسجل 2. ريزون لا يشوت. لا خلصنا من مارفل. طلع لنا محمود يونس. لا لا يا تايلر لا تسجل فاول. عطنا اللقطة عطنا اللقطة نشوف اللقطة نشوف اللقطة. أحمد الشويلي شوف اللقطة وين الخطأ. في اللقطة قطع. كثر منها يا تايلر كثر منها يا تايلر. شاكر في صناعة اللعب. وايد تحين الثلاثية يا عمري عليك. جود بنتريشن 3 بوينت الفارق. يا الله مو بقادرين ننزل عن اقل من الثري. نبي اقل لا يسجل. مهم انه ما يسجل. مهم انه ما يسجل. مهم انه ما يسجل. الان خطأ الرابع على مسيج لامبي. 26 24 نقطة لتايلر ويركرز. صعب مراقبة هذا اللاعب يا جماعة. لا حد يقول يا ولدي لا لا مو سهل هذا اللاعب. تايلر ويركرز افضل لاعبي البطولة. هذا هو لامبي 27 نقطة. شوف شلون المباراة تروح تروح لأن الشارجة ما يضيع في الهجوم. ركز الشارجة ما يضيع في الهجوم. سي شاكر الكل يتردد في الشوتينج. Good job. 4 point game. احنا وصلنا ل 3 point game. اضغط عليه خليك وياه. ما يزم عليك 5 تقطاع 4 تقطاع شخصية. يبي يفتحون الملعب حق البنتريشن. سكر الملعب. لاحظ الكيك اوت راح يعمله ويلكنسون. ثانية أخيرة جاسم. أوه خذ الريباوند. ما باقي وقت. لازم سكور لازم سكور لازم سكور لازم سكور يا المنامة. وين رايح؟ لا 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 شورت شورت. خلصها يا ميزن. خطأ ثالث فقط على الشارجة. شورت كانت لكن يعني عدله ويلكنسون يرتكب. سلمان رمضان يستنفذ التايم اوتس الان 3 في المباراة. اوه متوترة. دقيقة و 29 ثانية تفصل الشارجة عن لقبه. صعب المباراة. سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في مقدمة الحضور بمعية اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة. وأيضا سمو الشيخ عيسى كان في حديث جانبي مع محمد النصف
الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. إذا أراد المباراة، إذا أراد المنامة المباراة عليه أن يسجل هذه اللعبة أو خلاص الأمور راح يتم يكون فيها. الله، أوه كان برع الملعب. لا يا حسين، المباراة يا جماعة تبي المنامة، كانت اللقطة هذه برع الملعب إذا أنا مو بغلطان، يعني الكرة لصالح الشارجة. نو فاول، نو فاول ميثم، أربعة أخطاء خلصها. 2 بوينتس يس 80-74. أعتقد الأمور صعبت تماما الآن على المنامة، راح يلعبون على الثري. يا الله يا الله على المنامة في إضاعة الكرات، يا الله على المنامة في إضاعة الكرات. راح تكون 8 نقاط لأن مارفل هارس راح يكون على الخطأ، خط الرمية الحرة، وعم الهدوء الآن بعد ما أكد الشارجة حصوله على اللقب. حوار جانب، يقول مصطفى حسين لعله وعسى تكون في ثلاثية له، لكن مارفل هارس no problem من خط الرمي الحرة. Six point game. Three points. ولا شيء آخر في المباراة. ثلاثين ثانية أخيرة، والهدف من دخول مصطفى حسين كان للثلاثيات وليس للبنتريشن. أربعة أخطاء. محمود 6 نقاط من البنش، هذه الثلاثيات اللي سجلها محمود هي الآن هو الفارق في المباراة. شارك مع المنتخب الإماراتي في كأس العالم للناشئين لاستضافتها دبي، وعلقت عليها أنا، وهذا اللاعب كان من ضمن اللعيبة اللي يلعبون في البطولة على صالة حمدان بن محمد. والشارجة يحافظ على لقبه بجدارة في هذه البطولة. مبروك الشارجة، مبروك الشارجة، حار لك لي المنامة اللي قدم الأهم في هذه البطولة من خلال طبعا الداهية عبد الحميد إبراهيم، اللي طبعا بهدوء قدر يحقق فوز مستحق منذ البداية، تقدم بأفضلية في ظل طبعا تراجع أداء المنامة في الهجوم في الكوارتر الأول من المباراة ب10 نقاط فقط مقابل 15، وطلع المباراة out of game out of shape ليتوج نفسه الشارجة بلقب بطولة الخليج على التوالي في بطولة ثانية ناجحة تماما بقيادة الداهية
اللي حذرنا منه عبد الحميد إبراهيم، وأنا شخصيا حذرت منه في مباراة المركزين الثالث والرابع بين المنامة والأهلي البحريني في الدوري، عندما قلت أن المنامة راح يلاقي الشارجة بست لاعبين مقابل خمسة، واللاعب السادس كان هو المدرب الذي أدار المباراة بصورة أكثر من رائعة. شوف لاعبي الأهلي شباب أهلي دبي يعني يشاركون لاعبينهم شارجة الأفراح. إذا ننتقل بالاستوديو بالكلام بالصورة والصوت إلى زملاء في الاستوديو التحليلي ونعود إليكم لمراسم التتويج. العب عليه فاول حكم يقول ما في شيء. هجومية من توريكو وايت بداية الكوارتر الثالث. good defense وايضا good shot لي. هذه البطولة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة. في
في انتظار صعود فريق الشباب أهلي دبي. فاز بالمركز الثالث بهذه البطولة. صراحة طبعا جاسم البلوشي محمد مبارك بطولة والميداليات البرونزية طبعا خليفة سالم سعيد مبارك قيس عمر يعني افضل من افضل لاعبي الامارات راشد الزعابي واحد من افضل صناع اللعب في الخليج الجهاز الفني والاداري لفريق شباب اهلي دبي يبدو ان هذا احد المحترفين ايضا لكن لم يشارك نظرا لنظام البطوله طبعا يضع لاعبين اثنين محترفين في البطوله الجهاز الفني والإداري لنادي شباب أهلي دبي محمد والشقيقان محمد أعتقد أيوة محمد عيال عبد اللطيف كريس جونسون محترف الفريق والله كيفن ميرفي ذهبية مع المحرق فضية مع المحرق والآن برونزية كيفن ميرفي جود جوب لكيفن ميرفي أحمد عمر مدرب نادي شباب أهلي دبي تتويج المنامه صاحب المركز الثاني وفضيه البطوله محمد غربان يعني كلام اللسان لسمو الشيخ عيسى بن علي يقول له ما قصرت محمد حسين مصطفى حسين حسين شاكر محمد أمير ميثم ثني على مجهوده سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لعب مباراة كبيرة ميثم جميل كلمات التحفيزية دائما موجودة من سمو الشيخ عيسى بن علي محظوظ هذا الجيل من اللاعبين بأن يكون رئيس الاتحاد في نفس السن سمو الشيخ عيسى 25 24 سنة وبقية اللاعبين 27 24 25 محترف الفريق توريكو وايت مسجل 21 نقطة يعني قدم مجهود جيد في المباراة لكن وجود عبد الحميد ابراهيم احمد نجف بلاي فيري جود جوب في المباريات طبعا عقيل ميلاد مساعد المدرب مسيج لامبي اكسلنت جوب والله انه قدم مباراه رائعه مسيج لامبي 29 نقطه لهذا اللاعب رجل عائله جميل هذا اللاعب تكريم الجهاز الاداري الان والفني لفريق حسان كازروني وهذا اهم واحد شوفوه شفيع شاف 30 سنه 35 سنه ويا نادي المنامه اللاعبين يطلعون هو التام ما في مشكله هو الاهم نوح نجف رئيس جهاز كره السله في نادي المنامه ما عليه نوح هيدز اب ثاني الخليج ما في مشكله رابع ترتيب في الدوري العام
اليوم قبل المباراة حذرنا في اون فاير بالتحديد من خلال بوست في من الثلاثي المرعب لفريق الشارجة كان مارفل هاريس وهذا اللاعب جاسم محمد في المباراة. و جاسم محمد وايضا تايلر ويلكرسون اللي طبعا قلت لك ثلاثي اللي يضرب بقوه في البطوله، الثلاثي سجل 27 نقطه و26 و11. طبعا التتويج الان قائم في المباراه، لكن 26 + 27 + 11 طبعا 64 من اصل. جود جوب مان، جود جوب. في حديث جانبي مع تايلر ويلكرسون، يو ديد ا جود جوب. يس، حديث جانبي مع تايلر ويلكرسون اللي طبعا فرحان بالبطوله والطاب والميدالية الذهبية. الداهية عبد الحميد إبراهيم حاضر في اللقطة الحاضرة وذهبية ثانية على التوالي لعبد الحميد إبراهيم المدرب الأذكى الأدهى في الوطن العربي. عبد الحميد إبراهيم لم يوفق هذا الموسم مع فريقه في الدوري العام، لكن أحمد شباب أهل دبي تفوقوا عليه في البطولة، وهذا مدرب النويدرات السابق دراغان، جهاز إداري وفني التكريم. الآن ويلكرسون ثالث بطولة على التوالي في الخليج، ثلاث ذهبيات لهذا اللاعب، قوة ضاربة هجومية. ونرفع القبعة لمارفل هاريس، زعلانة مارفل هاريس، شوفه مبسوط 25 سنة لاعب من الطراز العالمي مارفل هاريس. الجهاز الإداري في نادي الشارجة، يعني سألت اليوم أنا في قبل المباراة عن نسبة الفوز بالنسبة للمنامة، ذكرت ان 55% الشارجة افضل، اموره افضل من مقابل 45%، واللي كان النسبة البرسنتج كان واضح الافضلية المطلقة لمحترفي الفريق. يعني ما في فرق، ما في فرق. شوف يعني الحين انا اذا بسوي لك مقارنة سريعة، مارفل هاريس مسجل 26، توريكو وايت مسجل 21، تايلر ويلكرسون مسجل 27، ماسيج لامبي مسجل 29، ميثم جميل مسجل 11، جاسم مسجل 11. يعني لكن الأمور كانت سيئة تماما في الشق الدفاعي للمنامة. كأس البطولة الشارجة يستحق الذهب، الشارجة الذهبي بطل الخليج في النسخة 39 و38، السلة الإماراتية لا جديد على هرم وعلى رأس السلة الخليجية. هذا هو يونس، الله يغنون تعالي هاي تعالي هاي. حلوة، فرحة مستحقة يونس، وجود جاب الشارجة. لاحظ لقطة طبعا مشاهدينا الكرام، التتويج اكتمل وننتقل الان الى الاستوديو التحليلي مع الزملاء عبد العزيز الخضير وضيوفه المحللين الكابتن طلال موسى والكابتن فيصل بروسي. اليك الكلمه
زميلي عبد العزيز الخضير. الشارجة ب 11 انتصار متتالي يحافظ على لقبه الخليجي ويحرز لقب النسخة 39 بعدما أحرز لقب النسخة الماضية ويحافظ على هذا اللقب ويزيد من رصيد أندية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 7 ألقاب خليجية. ألف 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 مبروك لفريق الشارجة ولكرة السلة الإماراتية، وهارد لك لفريق المنامة اللي كنا نتأمل أنه يؤدي ويحرز لقب هذه البطولة، ولكن يبدو أن هذا اللقب عصي على هذا الجيل من لاعبين المنامة اللي تمكن من إحراز جميع الألقاب المحلية، إلا أن هذا اللقب الخليجي يعاند المنامة لخمس مواسم متتالية. كابتن فيصل، الشارجة استحق البطولة من خلال أداء في الأدوار المختلفة لهذه البطولة، وأيضا من خلال المباراة النهائية اللي تقدم فيها من أول دقيقة إلى آخر دقيقة ولم يترك أي مجال لفريق المنامة. بداية نحب نقول ألف مبروك للشارجة على البطولة وهارد لك للمنامة، رغم أن الشارجة أرهق بسبب البنش المحدود ولم يستطع تغيير بعض اللاعبين لراحتهم إلا أنه استطاع يفوز. أيضا ضعفت الحلول الهجومية بعد أن لم يوفق بالثلاثيات، ولكن سرعان ما استعاد التفوق. استغل كل بوسيشن، حاول يسجل من أغلب البوسيشن اللي حقه، هذا اللي خلاه ما يخلي المنامة يتحاول يوصل له، أوكي، ولا حاول أنه يأخذ أسبقية في التفوق بالمباراة. أنا وجهة نظري مفروض المنامة محمد أمير أو نجف ما يكون برا، لازم يكون موجود طيلة المباراة بالتبادل بينهم داخل، لازم يكون عندك بيج جاي انسايد. لامبي ما يلعب انسايد، يلعب الخارج، لعب فور جاردز في الشوط الاول وبعدين فرق عنه الشارجة، ورد نفس الخطا وقعوا فيه في الشوط الثاني وايضا تفوق الشارجة. ما يصير العب فور جاردز ويا لامبي، لازم ثري جاردز، لان لامبي شوت ووايت شوت وعندك اثنين جارد يشوتون، اذا اربعه، انت ما تحتاج خمسه يشوتون ثري بوينت، تحتاج وان بيج جود ديفندر مثل امير او مثل نجف. هذه يعتقد علامه الاستفهام اللي وقع فيها نادي المنامه. واخلي الاحصائيات حق اخوي ابو مشعل، يمكن يعني المنامه نجح في تقليص الفارق الى 3 نقاط مع نهايه الكوارتر الثالث 56-53، وايضا في اول دقيقه 3 دقائق من الكوارتر الرابع عاد النتيجه 61-61، ما قدر يكسر حاجز التأخر أو التعادل وأن يتقدم في المباراة لأول مرة. طبعا المجهود اللي بذله المنامة على أساس أنه يوصل بالنتيجة ل3 نقاط وبداية الشوط الرابع أنه يعادل النتيجة، مجهود يعني جدا جدا كبير، أرهق اللاعبين على ما أعتقد. الأسلوب اللي تابعه كابتن سلمان اللي هو فور سمول جايز واحد طويل، يعني بعض الفترات كان محتاج ان محمد امير يا احمد نجف يكون موجود اساس انه على الاقل يستفيد منه في الريباوندينج، ولا انه يكون يود جاسم. حسن نيروز كان يود جاسم وكان ما يقدر يساعد وضعيف في الريباوندينج. يعني تخيل ان فريق الشارجه ماخذ 16 اوفنس ريباوند وثمانيه ماخذينهم المنامه، هاي 16 اوفنس ريباوند استفادوا منهم المنامه من اللاعبين الكي بلاير اللي هما محمود يعني ويونس، هذولين خذوا يعني الريباوند اللي هو ساعد الشارجه انه قاعد يلعب يكشف المباراه، اضافه الى 18 نقطه اللي سجلها اللوكال بلايرز مال الشارجه، 18 نقطه لكن 18 نقطه في وقتها، كل ما وقف هاريس وتايلر السكورينج يطلع لنا واحد اللي هو جاسم، يا يطلع عبد الله محمود يونس. يا يونس في تسجيل النقاط، الكل تألق، يعني الكل الكل قاعد يتألق ويساعد في الهجوم متى ما احتاج له الفريق، لكن باقي اللعبات كلهم بين هاريس وبين تايلر. يعني صعب ان المنامه يفوز في المباراه وعنده نسبه شوتينج 3 بوينت 25%، 25% نسبه بسيطه.
الشارجة عنده نسبة 41%، هاي نسبة عالية، يعني عالية عالية بالنسبة حق 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 فريق المنامة كديفنس. النقاط اللي أضعها المنامة في التسجيل اليوم، يعني وايت ما كان موفق من بداية المباراة، حتى ميثم موفق، حسن نيروز مسجل 4 نقاط فقط، يعني هذه نسب كلها تخلي تأكد سببت خسارة. كابتن فيصل، صحيح أن مارفل هاريس، مايك هاريس كان مع المحرك، مارفل هاريس يعني تألق مع الشارجة، وأيضا تايلور تألق، ولكن النتيجة كم انتهت؟ 82-74. كم الفارق؟ الفارق 8 نقاط. 8 نقاط سجلها اللاعب الشاب محمود وسيم في نزوله في الربع الأخير. أعتقد أيضا هذه اللاعب يعني من أهم أسباب فوز الشارجة في المباراة، لأنه كان يسجل في أوقات حساسة، وكان الضغط على تايلور وعلى هاريس. أنت سبقتني، أنا كنت بتكلم عن محمود وسيم، ومو محمود وسيم، الكابتن عبد الحميد اللي أنزل اللاعب محمود وسيم في وقت فعلا محتاجينه. الولد عنده سايز، عنده تصويب، ولاعب شاب جدا مميز لمستقبل، جريء جريء. ولا ننسى أيضا يونس خميس، أخذ 8 ريباوند، يونس يلعب جارد لكن أخذ 8 ريباوند في هذه المباراة. لا ننسى دوره، لا ننسى دور جاسم اليوم، 6 ريباوند 11 نقطة. لا ننسى يعني فريق اليوم، فريق الشارجة جاي من البداية إلى النهاية يبي يفوز، يبي يفوز. اليوم نوروز ما كان في مستوى، 4 نقاط فقط. ميتم لعب نوعا ما أوكي، أحمد نجف 3 نقاط بس عنده 6 ريباوند. يعني شوف، أنا أتصور المحليين اللي عند المنامة، لاعبين المنامة المحليين ما قاموا بالدور اللي مفروض يقومونه. لكن أيضا لو نشوف أمير لعب 10 دقائق أوكي، وهي قليلة بالنسبة حق لاعب مثله. فأنا دائما ليش أقول أمير ميزته أنه يسجل ويدافع، يعني متوازن دفاعيا وهجوميا. هذا اللاعب أنت لازم تبيه، زاد أنه نشيط وما هو كبير بالسن. فأنا أتصور أنه لو استغل يعني 10 دقائق، يعني أنت 30 دقيقة ما لعبته، فأتصور أنه خسرت جهود، راح يريح بالريباوند، راح يريحك بالدفاع، راح يعطي الجاردات وياه راحة. لامبي قام بدور، وايت قام بدور، لكن باقي اللاعبين للأسف. أكيد كابتن طلال، قبل أن نختم الاستديو، فوز المنامة أمس على شباب أهلي دبي، الاحتفال هل يمكن أثر على نتيجة مباراة اليوم، كون أنه أزاح شباب أهلي دبي، فصار التفكير أنه خلاص إحنا طلعنا المرشح الأول، فإحنا اللي راح نأخذ البطولة. أنا قلت لك في بداية حديثنا، لازم انت يعني احنا ما نعالج، ما نخاف، مو بخايفين من الشارجة ان هم يتعاملون بالمباراة نفسيا، احنا خايفين من فريق المنامة، من العامل النفسي من بعد فوز امس، الطريقة اللي صار فيها الاحتفال. مفروض يعني ان اللاعبين يعني ما يندمجون في اي شيء في هذه، الجمهور ما يضغط على، يعني انت لما امس احتفلت، يعني حتى ظهور يعني وجود اللاعب جمهور اليوم المنامي اليوم يعني كان شبه كنا فايز في المباراة قبل بدايتها، فيعني مما سبب ضغط أكثر على الفريق. فأنا قلت يعني إن مفروض نفسيا أنت تعالج المشكلة اللي صارت أمس هذه، واللي هي الضغط النفسي والاحتفال اللي صار قبل المباراة. كابتن فيصل بروسلي وكابتن طلال موسى، شاكر لكم تواجدكم معنا في هذا اليوم الختامي للبطولة وجميع أيام البطولة، أيضا بالإضافة إلى الكابتن علي عبد الغني وأحمد مال الله. تشرفنا فيك يا كابتن فيصل. العفو، أنا أشكركم وأشكر تلفزيون البحرين متمثل بالقناة الرياضية على وجودي هنا وتحليلي، ولكم جزيل الشكر. وما شاء الله البطولة يعني استمتعنا فيها رغم أن المنامة لم يفوز بالمباراة. شكرا لكم. شكرا لك أيضا كابتن طلال على تواجدك معنا في البطولة الخليجية وفي طوال الموسم المحلي. مشكور أخوي، وإحنا مرة ثانية مبارك حق فريق الشارقة فوزه في البطولة، ونقول يعني حظ أوفر حق المنامة، وإن شاء الله البطولات الجاية إن شاء الله. أكيد الشكر أيضا موصول لكم يعني مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا طوال هذه البطولة، والشكر للجماهير اللي حضرت وكانت تمني النفس بالحصول على اللقب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. بإذن الله فريق المنامة وبقية أندية البحرين تعوض هذا الخسارة بالفوز إن شاء الله في العام والأعوام المقبلة إن شاء الله.
ألف 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 مبروك لنادي الشارقة الإماراتي بمجلس الإدارة والجهازين الفني واللاعبين على هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي. كل التحية لكم من مملكة البحرين وإلى الاتحاد الإماراتي لكرة السلة على هذا الإنجاز، وشكر للاتحاد البحريني لكرة السلة على هذا التنظيم المميز للبطولة. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام تغطيتنا للبطولة الخليجية في نسختها 39 لكرة السلة ولموسم السلة المحلي والخليجي بشكل عام. نأمل أن تكون تغطيتنا قد حازت على